اليوم يجمعنا بفنان سعودي، فنان نجح استع نجمه المدة الأخيرة بدر العزي، اللي اليوم معنا مباشرة وحصريا. بدر، مساء النور، أهلا وسهلا. يا هلا، مساء الفل أخوي مجيد. أهلا وسهلا، شو أحوالك؟ هلا فيك حبيبي، أبشرك طيب. الله ينورك يا سيدي، سعداء أنك تكون معنا. الحمد لله، الله ينورك. سعيد جدا ومبسوط بهاللقاء على تطاوين اف ام. أنا والله جدا سعيد ومبسوط مع حبايبنا اللي نموت فيهم ونحبهم كثير كثير للأمانة. كل شرف وفخر يا حبيبي. الله ينورك يا سيدي، هنيئا لك هالنجاحات الأخيرة هذية. نعرف أنك بدر بديت الفن مستوى ولا العام هذية ولا العام اللي فات، عندك فترة يعني ومعروف في السعودية وفي الخليج، يعني معروف كاسم، وبدأ الاسم هذية ينتشر شوية شوية، وصل حاليا المغرب العربي، بدأ ينتشر على منطقة الوطن العربي. الإشعاع هذية جاء ممكن من رهافة الحس والمصداقية، ممكن في أداء البدر اللي خلى الجمهور يكون يعني بهالقاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي تكتسبها ممكن على مختلف المواقع التواصل الاجتماعي. ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن على نسب المشاهدة اللي عندك يا بدر. طبعا عليك أخوي مجيد، هذا كله طبعا توفيق الله ومحبة الناس ودعمهم. طبعا زي ما قلت لك، محبتكم أنت ودعم يا أهل تونس شيء كبير بالنسبة لي. بإذن الله نقول إن الجاي أعظم وأجمل، ونوعدهم أشياء جاية مرة كويسة وراح تعجبهم بإذن الله إن شاء الله. أنا هي أغنية الحظ يا بدر اللي أنت تعتبرها عملت نقلة نوعية في حياتك، أي أغنية؟ والله هو اللي عمل نقلة نوعية، يعني أنا أشوفه توفيق الله قبل كل شيء. الشيء الثاني هي جات أعمال، يعني مستويات في الأعمال، فما كان عمل واحد، كانت أعمال وراء بعض، يعني كل عمل يكون ولله الحمد أجمل من اللي قبله، ف توفقنا فيها، يعني جات زي ما تقول تدريجية. هذا هو. وذكريات كانت يعني ممكن كان من الأعمال القوية جدا اللي عطتني يعني تقريبا نقلة نوعية. نعم جميل، هي حتى إدارة الأعمال عندها دور مهم جدا في نجاح الفنان، وخاصة الصورة اللي ينقلها مدير الأعمال طبعا للجمهور ولوسائل الأعلام عامة. فأنت يعني ممتاز، وفقت في الجانب هذا تحديدا، يعني يعطيك الصحة. الله يرضى عليك، هذه شهادة شرف كبير يعني. يعيشك نستفيد منها يا محمد. طبعا الله ينورك يا سيدي. هاي شنو رأيك، خلينا نسمعه بدر لايف، شنو تسمعنا بصوتك اليوم عبر إذاعة التطاوين؟ أبشر أبشر. شكرا. أنا حاليا جالس في مكان كذا وكافي يعني، وأنا بغني ما عندي مشكلة طبعا، بس يعني ما ودي أرفع صوتي كثير فتحملوا يعني. يلا يا سيدي، شكرا لك حبيبي. شكرا. الليل من الهوى والشوق كيف إنه يسهرني عني يبكيني، يا ليت القلب ينسى بس ما ظن أنا محتاج لشيء ينسيني. بكيف ترضى الهم والغنى وأنا فيه من الدنيا ما يكفيني، عطيتك روحي وعمري بلا منه، وحطيتك بين العالم وسط عيني. أنا لم الحوى والشوق لنفت منه يسحبني عيني يبكيني، حبيبي كيف ترضى الهم والونه وانا فيني الدنيا ما يكفيني ما يكفيني. ناظرني وشوف عيوني كيف أقسم فيها، كلمني وقل وشلوني تكفيني لو تسويها، مسمع لو ينادوني على ما يهدم مرضيها، ما بيهم ولو يبغوني. أنت الدنيا باللي فيها، أنت الدنيا باللي فيها، غيابك كل هالعالم دروا عنه، كثر ما يمنى يتغسني ومالي قلب طيب لا تكفحنه،
تهديني وترحقني وترضيني. سلامتك حبيبي. الله على بدر، والله على إحساسك يا بدر، يعني حتى التفاعل جميل ورائع. أم فادي قالت الونة، محلاها كلمة الونة بصوتك. الله يخليها لك يا رب، شكرا يعيشك، لك يا ميدي يا الله حبيبي. ينورك يا سيدي. والله أشوف أنا نفرح لكل فنان يتعب على روحه وأنه يوصل للمرحلة هذه من النجاح، وأنك توصل تستقطب القاعدة الجماهيرية هذه الكبيرة، فجميل. وهي المهمة صعبة في نفس الوقت، جميل وصعب. صعب الواحد أنه يحافظ على النجاح هذايا، لكن إن شاء الله نعرفك أنك في طريق يعني رائع وجميل، وخاصة اللي معاك، الفريق اللي معاك الكل. أنا حبيت حتى تسميهم الشاعر والملحن والأستوديو، حتى نعطوهم حقهم، أقل حاجة أن نسموهم اليوم. اللهم لك الحمد، توفقنا والله فيها كلها بإذن الله. بس بضيف معلومة بس على الكلام ده، أحيانا وأغلب لا أكون أنا الملحن وأنا الشاعر يعني. آه يا عيني، هاو الإبداع، هذا هو الإبداع بعينه يا بدر. تسلم تسلم يا يعني حبيبي، الله والله يرضى. يعطيك الصحة، وهذاك علاش الكلمات نابعة من القلب، يعني حتى بأدائك وبالإحساس العالي اللي عندك. يا بعد راسي يا ميدي. يطول عمرك. توا نزلت مؤخرا، كلمني توا، فما كأنه حسيت كأنه فما تحضيرات، تتحضر في عمل جديد، شنو هو الحكاية بدر؟ في عمل بإذن الله مرتبين له، بينزل الأيام يعني في خلال أسبوع إلى أسبوعين بإذن الواحد الأحد على قناتي، وبيكون منافس الكلمني يا هذا إذا ما كان أفضل بإذن الله. اها، اعطينا شوية تفاصيل. لا لا لا، هذا سكوب اليوم، سكوب وحصريا يعني الخبر. راح تكون مفاجأة بإذن الله. والله شوقتنا، فك هذا التشويق واحكي بتفاصيل اكثر، ما سالش. أنا بغني لك بس بيت من العمل. اوهو، يعطيك الصحة. فيني 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 من حياتي ما فيني، تبقى ترحل ترجع تقسى تنسى ما يعنيني. وسلامتك. اها، والباقي يأتي الأسبوع القادم تقريبا، نعم، بإذن الله. تسمعوها كاملة بإذن الله. هذه مصورة ولا فقط أوديو تنزل؟ حنا نبغاها تكون إن شاء الله يسعفنا الوقت وننزلها فيديو كليب، بس إذا ما سعفنا بتنزل أوديو. نعم، هذا هو. نعرف انه اللكنة الخليجية فيها جمالية، اللكنة ولا اللهجة فيها جمالية. طبعا طبعا، انت اذا نرجع شوية حتى للمجال الفني تحديدا، يعني السنوات هذه الأخيرة، اي فنان على مستوى الوطن العربي ينزل مثلا ميني ألبوم او ألبوم ما تكونش فيه أغنية خليجية في الألبوم، يعتبر تقريبا يعني غير ناجح. لهنا رجعت الأغنية الخليجية بقوتها، كانت في فترة ما في أوجها، هي اللي تتصدر الأغنية العربية، هي الأغنية الخليجية. بعد فترة تغيرت شوية، وحاليا رجعت الأغنية الخليجية، يعني كل الفنانين ماشيين نحو هذا الاتجاه. الفنانين العرب نحكي لك، سواء توانسة، عندنا فنانات تونسيات يغنوا خليجي، عندنا المغاربة اللي يغنوا خليجي، حتى اللبنانيين المصريين الكل يغنوا خليجي. فزيد مع جمالية اللكنة عندكم اللحن، حتى اللحن زاد جميل، جميل جدا. انا اعتبره اطراء كلامك ذا يعني، واقع. مع اني اشوف اللكنه المفضله والجميله هي لكنتكم انتم وكلامكم انتم، عايشك. وانا والله قاعد ارتب ترى العمل يعني يكون باللهجه التونسيه باللهجه المغربيه بشكل عام يعني، وإن شاء الله نتوفق فيها. فبالعكس يعني الكل لكنه يعني جوها وحالاتها، أها، يعني ونعتبرها أطراء. تسلم حبيبي. الله ينورك بدر، ويعني ممكن حتى نشوفك في مهرجاناتنا وحفلاتنا الكبرى في تونس إن شاء الله. لازم 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 أكيد بإذن الواحد الأحد إن لازم. شاء الله، هاي المتعهدين اللي يسمعوا فينا، وطبعا المسؤولين في وزارة الثقافة. بدر خلوه يشرفنا يعني بتونس، وخلي الجمهور زاد يستمتع، مش فقط أنا نسمع على اليوتيوب ولا نسمع عبر الإذاعات. وأنا حتى حكيت معك في الكواليس بدر،
احنا الاغاني هذوما مررتهم عديد المرات عبر اذاعه تطاوين، حتى نمشي للشارع، نمشي للسوق، نمشي لكذا. والله يعطيك الصحه، سمعنا الاغنيه في اذاعه تطاوين، اغنيه بدر هذه نحبوها، الناس عاملينها رنه، اسمها الونه والرنه، هاي تو رنه عاملينها رنه على الموبايل. ف والله شوف، نجاح ما ثماش ما احلى منه، والاهم أن الواحد يحافظ على هذا النجاح الكبير يا بدر. نعم 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 صحيح. هذا هو. تعرف عنا لهنا، احنا عنا اللهجة التونسية، عنا كيفنك مثلا، أنا باش نمشي عند شخص ولا صديقي ولا مهندس الصوت اللي معايا حاليا مثلا، باش نسأله كيف حالك، كيف حالك، شلونك، معناه أنا كيفنك، كيفنك معناه هي شلونك باللهجة عنا التونسية. يعني انا صدت اللهجه. ما هو ما هي ساعات كلمه تضرب هيك، تضرب ضربه كبيره عند الناس. والله كانه الكلمه واخذها من عنا، كانه نفس الشيء احنا وياكم، يعني احنا نفس الشيء اكيد. هذا هو. بدر، انت ووسائل الاعلام صحبه ام بين يعني صداقه ام لا؟ وسائل الاعلام سواء التلفزات، الاذاعات، الصحافه، صحافه عامه. لا اكيد اكيد، يعني انا اشوف اني لسه مبتدئ يعني، لكن اشوف اني بالعكس يعني انا صديق وسائل الاعلام بشكل قوي يعني. واتمنى ان شاء الله المستقبل يكون تقوي العلاقه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. بدر، اما قرب شويه المايك حتى الصوت يوصل دائما صافي ونقي، احيانا الصوت يمشي ويجي، هذاك علاش. وسائل الاعلام ضروريه ومهمه جدا لاي فنان يعني، ومع نجاحك زاد على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا لا ينفي تواصلك ايضا مع وسائل الاعلام سواء في السعوديه او خارج السعوديه بالدول العربيه. سافرت ولا مازال الى حد الان حفلات خارج السعوديه بدر؟ والله ولكن مخططين ان شاء الله يعني في مستقبلا يكون في حفلات، نعم، خارج. هو احنا جالسين نرتب لها طبعا الآن. هذه إدارة الأعمال عاد تتكفل بالمهمة، هي اللي تتكفل بالمهمة واللي تضبط الوضع كامل. نعم. شنو عامل لهم على التيك توك يا بدر؟ يعني مهبلهم، مجننهم الناس على التيك توك. والله أنا حديث الاستخدام في التيك توك يعني، ما من فترة قصيرة دخلت عالم التيك توك بس لقيت قبول يعني، تفاجأت فيه للأمانة. وتيك توك برنامج قوي ما شاء الله، ومخططين له الأيام الجاية إن شاء الله يكون له جدول معين ويكون له شغل مرتب لحاله يعني. جميل جميل. بيه احكي لنا شوية، طبعا نعرف أن الفنان ينجح وفما كل غناية اللي تضرب يعني في الأول، من بعد كيفاش كانت المسيرة الفنية البدر بعد النجاح الأول؟ كيفاش تم تخطيط؟ عملتوا جلسات؟ شنو باش تعملوا؟ برنامج كذا؟ ولا خليت الأمور تمشي بطبيعتها؟ والله أني خليت الأمور تمشي وتجري مجراها، وكان التوفيق ملازمنا في بعض الأعمال يعني. لكن الفترة الأخيرة بدينا نجتهد شوي في اختيار الكلمات واختيار الألحان، والتركيز على الألحان، التركيز على نبرة الصوت. ركزنا في الفترة الأخيرة على الأداء يعني، والأعمال الفنية بشكل عام يعني، مو بأي عمل يعني، إن شاء الله وننزله. هذا هو. صار الاختيار يعني شوية، صار فيه حرص في الاختيار يعني. هناك من يتدخل يعني، ممكن في بعض الأغاني من العائلة، من الأصحاب، وإلا القرار الأول والأخير البدر؟ عندي واحد من إخواني هو يعني المرجع. اي شكون؟ خلينا نسلموا عليه، من هو؟ هو اللي تواصل معك. تحيه. لا يلزمني عاد انا نحييه تحيه كبيره، لانه همزه الوصل بيني وبينه، فتحيه كبرى ليه ويعطيه الصحه على هذا التعاون السريع يعني، كان سريع وجميل، يعطيه الصحه. تسلم يا حبيبي. لا والله تسلم. شوف، صحيح انا يا بدر ممكن مسافات معناها بيناتنا، لكن ممكن صدق مشاعرنا والاغاني اللي انت قدمتها تخليك ممكن قريب برشا 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 من الجمهور التونسي. والله قريبين جدا انتم من القلب، وبالعكس يعني انا من زمان، حتى من قبل يعني الاعمال، من قبل تونس قريبين من القلب دائما، نحبكم
ونحبكم برشا برشا. جميل. اي شويه شويه ها حتى تصير اغنيه هيك ولا لا؟ شويه ايه شويه شكلها شكلها ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تمشي الامور وان شاء الله به بدر. مع النجاحات فماش بعض الامور التي ممكن ما مشتش كما تريد او تحب، بعض ممكن العراقيل، بعض الصعوبات في مسيرتك؟ والله ما في، والله الحمد لقينا قبول اكثر يعني من الامور السلبيه. يعني انا اشوف ان بالعكس يعني كلها سليم، وانا من النوع اللي افرح اذا شفت يعني ناس محبه، ناس تبغى تتصور، ناس تبغى لقاءات. بالعكس انا استانس وانبسط، المحبه والقبول هي من الله سبحانه، وما هي باجتهاد شخصي ابدا، يعني هذا شيء من الله يعني. ونعم بالله. فلازم تكون مستانس، ما في اي مضايقات، بالعكس مبسوطين نعم. دائما اي ام المنافسه موجوده، المنافسه اي المنافسه مطلوبه وموجوده ومشروعه ايضا. اكيد اكيد لازم، لو ما في منافسه يعني ما في حماس. بيه خلنا نقول لك التحية يا سيدي اسكندر، يسلم عليك تحية كبيرة كبيرة البدر. شكرا يا اسكندر، شكرا ليك. كيف انك حبيبي؟ مشتاق لعيونك يا شمسي، ما تغيبي نوري نوري بوجودك. هاي مطلع الأغنية. بيه شكرا يا اسكندر، هذا شاعر، شاعر ويكتب جميل جدا اسكندر، ما شاء الله. هي يعطيه الصحة. طارق يسلم عليك، المونجي ايضا، علي يسلم عليك، حبيبة أيضا، باسل سلم عليك، زاد لارا من بيروت، أنا في الاستماع إليكم وتحية إلى بدر. شكرا ليك. تحية أيضا من سوريا، من برشا 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 مناطق، من المغرب تحياتنا ليك أمين. تحية للبدر اللي هو نمبر وان. أي يا سيدي نمبر وان، ما أنا ليه. شكرا. يعذرون البقية طبعا على بقية المساجات والكومنتات اللي توصل. فقط بدر نعرف ان الفتره جايه توا، الناس الكل كانت تنتظر في راس السنه حتى ينزلوا اعمال جديده، لكن احنا زاد الشهر الجاي هو عيد الحب، ايضا فنانين ينتظروا. بدر مش باش يستنى عيد الحب، ينتظر الاسبوع القادم الاغنيه اللي سمعتوها منذ قليل، المقطع هذاك باش تسمعوها ان شاء الله كامله باذن الله على قناته على اليوتيوب الخاصه ببدر العزي. بي اسم فني والاسم حقيقي؟ هيا نجول الصحيح توا بدر، الاسم اسم حقيقي يعني. اها 100%. ما هو طبعا المجال الفني لنا اغلب الفنانين دائما يكون عنده اسم وبعد يعمل اسم فني، فبدر هذا اسمه الحقيقي هو بدر. طبعا تحيه للناس اللي وقفت معك، تحيه للناس اللي امنت بمقدرتك وادائك. وفاجاتني اليوم انك تكتب وتلحن، والله يعطيك الف صحه بدر، يعني هذه كمفاجاه لي انا شخصيا. تسلم. وأنا حبيت أحيي الناس الكل اللي المعجبين والمعجبات اللي على الإنستغرام، على التيك توك، على الفيسبوك، على تويتر، اللي تابعوا في بدر، تحياتنا ليهم الكل. ونخلي لك الكلمة اللي كنت بدر بطبيعة الإذاعة التطاوين اليوم في هذا اللقاء الحصري. يا مجيد تحية لك أنت، يعني في على هذا الكلام اللي قال الأمانة، شرفت شرف كبير وعظيم جدا اني طلعت معاك. انا متشرف جدا بمحبتكم انتم اهل تونس، متابعتكم فخر للامانه لي، وكان لقاء جميل جدا استمتعت فيه، وكانت اسئله رايقه. شكرا لك، وشكرا للناس اللي بترسل تحايا، والله يرضى عليك، تشرفت فيك. واعذرونا اعذرونا اذا قصرنا في شيء. الله ينورك، بالعكس أنت اللي شرفتنا اليوم ونورتنا. إن شاء الله موفق، إن شاء الله مزيد من النجاحات الكبرى بدر، لأنك تستاهل. وشكرا على هذا الرقي يعني، وإن شاء الله إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله عبر إذاعتنا. يعيشك يا بدر، الله ينورك. تحياتي للعائلة، للأصدقاء، الأحباب، للفريق كامل اللي معاك، يعطيكم الصحة. شكرا بدر.